الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية أنها تسعى لتعديل سلم الرواتب لتقليل الفوارق ومنع الهجرة من قبل الموظفين من وزارات ذات تخصص قليل إلى أخرى أعلى. وقال عضو اللجنة مصطفى القراوي إن عدم وجود سلم رواتب سبب هجرة للموظفين من وزارة إلى أخرى، مبيناً أن تحقيق سلم الرواتب يحتاج إلى قرار حكومي وتوفير التخصيصات المالية اللازمة، وهو ما ليس متوفراً حتى الوقت الحالي. ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل. وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153,500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار يوم أمس 153,200 دينار مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث سجل سعر البيع 153,200 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 153,100 دينار مقابل كل 100 دولار. أعلنت إدارة الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال 11 شهراً ابتداء من كانون الثاني إلى تشرين الثاني لعام 2023. وأظهرت الإدارة أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة خلال 11 شهراً من عام 2023 بلغت 10.269 طناً مترياً، بانخفاض بنسبة 9.4% عن عام 2022. وأوضحت أن العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط إلى المصافي الصينية خلال 11 شهراً من العام الماضي. تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023 حسب منصة ماجنيت المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمنطقة. وأكدت البيانات الصادرة عن ماجنيت أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى التي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء بالمنطقة في عام 2023 مقارنة ب 31% في عام 2022. وتعتمد الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الاستثمارات الجريئة كمصدر تمويل مهم، ولا يؤخذ الاستثمار الجريء دائما شكلا نقديا، بل يمكن أن يكون على شكل خبرة فنية أو إدارية. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد بفعل التوتر بالشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتاً بما يعادل 0.34% لتصل إلى 76 دولاراً و38 سنتاً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً لتصل إلى 70 دولاراً و97 سنتاً للبرميل. وانخفضت برنت أكثر من 3% والخام الأمريكي 4% بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية أكبر مصدر للنفط وزيادة في إنتاج أوبك. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعاد.
ختام الموجز إلى اللقاء.